نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حصلوا على أمانة السر في 6 لجان بالانتخاب طبعا، وعلى منصب الوكيل في 4 لجان بالانتخاب طبعا، ضمن هيئات مكاتب اللجان الفرعية لمجلس النواب. كل التوفيق للمناصب الجديدة، وإن شاء الله يعني يكون في بإذن الله كده خطوات مهمة بالنسبة لمناقشات في الانتظار تحت قبة البرلمان. معنا النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب على التليفون. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ ريهام، وأهلا بالسادة المشاهدين. النهارده وافقت اللجنة على تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم. عايزة تفاصيل عن التعديل ده، ولكن يعني أخد كده عنوان سريع عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النهاردة بمجلس النواب ودورهم ومكانهم وأجندتهم. طيب، في البداية طبعا أحب أهني زملائي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وجميع الأعضاء اللي حصلوا على مقاعد كأمناء سر أو وكلاء أو رؤساء اللجان. وحقيقة أنا سعيد جدا وبتشرف إن أنا موجود في لجنة من أهم اللجان اللي بتهم حياة كل مواطن مصري، ألا وهي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة. تم يعني لما ربنا أكرمنا ووفقنا في انتخابات اللجان النوعية، كان الموضوع بالنسبة لأعضاء التنسيقية هي تحدي كبير ما بيننا وما بين الشارع المصري، إن الناس كتير جدا منتظرة فكرة تمكين الشباب حصلت بالفعل، طب ماذا بعد عملية التمكين؟ إيه اللي الشباب دول هيقدموه للمواطن المصري؟ زي ما الصورة واضحة أمام السادة المشاهدين دلوقتي، مختلف اللجان النوعية عندنا ناس زي ما حضرتك ذكرتي في الأول، إن في 4 وكلاء على 4 لجان، عندنا 6 نواب متواجدين كأمناء سر. اللجان اللي موجودة يعني عايز أقول لحضرتك برضه غير لجنة التضامن، هي يعني في زي لجنة حقوق الإنسان، عندنا لجنة الاتصالات ولجنة الإعلام وباقي والإدارة المحلية وباقي اللجان اللي متواجدة دلوقتي على الشاشة. إحنا عندنا فكرة التكامل ما بيننا وما بين أعضاء التنسيقية. فكرة التكامل دي ليه بتحصل أو إحنا هدفها إيه؟ هي هدفها إن الناس دلوقتي منتظرة أنت هتقدم لي إيه؟ فلو صحيح. أنا لو عايز أتكلم على لجنة التضامن وحد عنده مشكلة في هيئة البريد، فلازم أرجع لزميلي كابتن نائب أحمد زيدان في لجنة الاتصالات عشان نقدر نحل مشكلة المواطن. نفس الشيء ده كله برضو في لجنة الإدارة المحلية. فكل اللجان دي كلها بيحصل نوع من أنواع التكامل، وحتى في أعضاء التنسيقية أعضاء السادة زمايلي النواب متواجدين في باقي اللجان، ال 25 لجنة الحمد لله إن التنسيقية متواجدة فيهم بشكل كبير جدا. وأنا سعيد جدا حتى في لجنة التضامن إن أنا بتشرف إن أنا موجود فيها، معانا كمان 3 من أعضاء التنسيقية موجودين داخل اللجنة. طيب، اللجنة دي هتقدم إيه؟ وفكرها إيه؟ لو حضرتك جيتي شفتي إن أي بيت مصري بيبقى عنده مشكلة في لو حد عنده يعني وربنا يشفيهم ويعافيهم من إخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصة، ودي بتمس بيوت مصرية كتيرة فوق ال 13 مليون بيت، من يعني عفوا اللي انا اقوله ان الناس دي قصارهم كمان ان بيتحملوا عبء كبير جدا ومشاكل كثيره جدا. القوانين اللي المفروض بتتناقش جوه في اللجنه عندنا هدفها الرئيسي ان احنا لازم تتفعل، مش موضوع قانون وخلاص او اصدرنا قانون وخلاص، لا، طب القانون دوت فعلا فايد ذوي الاحتياجات الخاصه ولا لا؟ طيب، عشان نقدر نفيد الموضوع ده احنا عندنا لقاءات كتيره قوي الفتره الجايه، احنا كلجنه التضامن الاجتماعي هنقعد مع المؤسسات المجتمع المدني، هنقعد مع الشركات، هنقعد مع اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصه، كل المؤسسات والشركات الشغاله ومهتمه ذوي الاحتياجات الخاصه لازم نقعد ونتشاور معاهم ونفكر ونشوف المشاكل اللي بتقابلهم، هل القوانين دي فعلا بتناسبهم. هي دي يا استاذ احمد السياسه بمفهوم جديد مختلف شعركم طبعا، يعني بتاخدوا طبعا القضايا والملفات بطريقه اقرب للواقع، فيها مواجهه مع اصحاب الراي، مع اصحاب المشكله نفسها، مع المواطن المصري، مع الشارع المصري. ده حقيقي.
طيب سيادة وعايز النائب اوضح لحضرتك اتفضل. برضو حاجه مهمه كمان، احنا كمان عندنا ملف اسر الشهداء. لما حضرتك جيتي ذكرتي في انا الموضوع بدأت الكلام مع حضرتك بقانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وتكريم أسرهم أيضا، وكنت بس باخد فكرة عن التنسيقية النهاردة تحت قبة البرلمان، يعني أكيد ضخ دماء جديدة، أكيد مفهوم جديد وسياسة بمفهوم جديد، كنا عايزين نسمع توضيح أكتر بشأنه، ولكن أكيد برضو تفاصيل التعديل اللي بنتكلم عنه بشأن الشهداء محتاجين نعرف ما المختلف بالنسبة ليه. النهارده اجتمعت لجنه التضامن برئاسه الدكتور عبد الهادي القصبي. أيوه كانت الفكر كله ان احنا عندنا تم التعديل من خلال الحكومه، ان هم عدلوا 3 مواد اللي هي الماده 6 وماده 7 وماده 8 من القانون. وكانت الهدف الرئيسي من التعديل ده ان احنا فعلا ان تبقى اسر الشهداء حاسين ان الشهيد العظيم، وطبعا هو انا مهما عملنا من قوانين ومهما عملنا من خدمات طبعا مش هنقدر نعوض البيت اللي فقد هذا الرجل العظيم أكيد مهما حصل. وحتى احنا كنا قعدنا نتكلم في اللجنه النهارده عن الموضوع دوت، وانا سعيد جدا ان وكيلتي الزميله النائبه رحاب، عايز اقول لحضرتك ان هي برضو زوجه، يعني زوجه رجل شهيد عظيم، وهي تحدثت بالفعل عن مشاكل كثيره بتخص، انا اسف، هي النائبه رضوى جعفر، انا بعتذر. كل عايز اقول التحية ليها. لحضرتك هي وبعض الاعضاء المتواجدين من اسر الشهداء كانوا النهارده بيتكلموا عن بعض المشاكل اللي بتخص هذا القانون. وكمان عايز اقول لحضرتك ان سياده النائب عبد الهادي القصبي كان بيوضح تفاصيل القانون ده، فكره عبارة عن إيه؟ الناس اللي لما فقدت رجل عظيم، هل الدولة مثلا لما دخل في المدارس الخاصة وعنده ولاد موجودين في مدرسة خاصة، هل الحكومة المصرية هتقول لهم لا معلش احنا هنرجعكم لمدارس حكومية؟ لا، القانون بيضمن ان الناس، ان الشباب اللي ربنا يبارك فيهم ان هم يكملوا في مدارسهم، فالحكومة متكفلة بده. عندنا المادة 6 في الدستور بند رقم 5 تم تعديله، ان برضو الاشتراكات في الانديه ومراكز الشباب الخاضعه تحت وزاره الشباب والرياضه اللي تم يتم الاشتراكات فيها مجانا. فكل الحاجات دي كلها انا عايز أكيد اوضح معاك ان يعني لازم بتفتح تبقى أبواب جديدة لتكريمهم فعلا على أرض الواقع، يعني ده حقيقي بالفعل. ودي هي أهم نقطة، أبنائهم ذويهم احتياجاتهم في الحياة يكون هناك من يتكفل بها. شكرا جزيلا لحضرتك سيادة شكرا النائب جزيلا أحمد لحضرتك. فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، وكل التوفيق لكم جميعا. إن شاء الله نتابع الخطوات دي مع حضراتكم أولا بأول، والمزيد من النجاح.